خلينا نبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر، وكعادتنا دايما بنبدأها معاكم بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر أكاديمية الشرطة، حيث تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم. الرئيس قال بنحاول وقف نزيف الدم في قطاع غزة وبنسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات. كمان امبارح جمانة الحكومة نفت تماما ما تردد عن تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال شهر رمضان. هنتابع مع حضراتكم أخبار تانية وأهم ما حدث في هذا العرض. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة وتابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم. وأثنى الرئيس على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكداً حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد. وأجرى الرئيس السيسي حوار مع الطلبة المستجدين، هنأهم بالالتحاق بأكاديمية الشرطة وحلول شهر رمضان المبارك، كما هنأ الطلبة المسيحيين بمناسبة الصوم الكبير. امبارح كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال شهر رمضان مع توقيع جزاء على من يخالف ذلك القرار من العاملين بالوزارة، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف اللي نفت تلك الأنباء. امبارح كشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي عن العام المالي 2022-2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، عن توزيع الاستثمارات المحلية دواوين عموم المحافظات والبالغة 33.1 مليار جنيه في عام المتابعة بنسبة زيادة 49% عن استثمارات العام السابق والبالغة 23.9 مليار جنيه، وتخصيص نحو 33.2% لإقليم القناة و28% لإقليم القاهرة و20.7% لإقليم الصعيد و9.2% لإقليم الإسكندرية و8.9% لإقليم الدلتا.